اهلا وسهلا بحضراتكم. فاطمه الزهراء سالم، استاذ بقسم اصول التربيه كليه التربيه جامعه عين شمس. المداخله بتاعتي عن البنيه التربويه لفلسفه التفاؤل، منظور تحليلي نقدي في مؤتمر كليه التربيه الدولي الرابع لكليه التربيه. طبعا اي حد بيتكلم عن التفاؤل اكيد لازم تسوده روح ايجابيه، ويكون هو نفسه عنده تفاؤل، والا فاقد الشيء لا يعطيه. عشان كده النهارده هنتكلم حضراتكم بروح متفائله وروح ايجابيه وبروح التفكير الايجابي عن التفاؤل في مجال التربيه. أجندة العمل عن ثلاث موضوعات رئيسة: التحليل التربوي لفلسفة التفاؤل في مجال إعداد المعلم، والآليات إزاي نحقق فلسفة التفاؤل داخل كليات التربية من منظور تربوي، وإيه اللي بعد كده اللي هي بنتكلم من منظور مستقبلي، ماذا يحدث عندما نحقق فلسفة التفاؤل في بنية التعليم وفي مجال إعداد المعلم. أول حاجة، لو إحنا بصينا للجنود في المعركة أو للجندي في ميدان المعركة، هنلاقي إن على العكس ما إحنا متخيلين إن هو ما بيكونش خايف، ولا إحنا فاكرين إن هو بيبقى خايف بيبقى خلاص بقى ممكن ما يرجعش تاني. هو كل ده وارد، ولكن لو لحظة كده لو رحنا وشفناهم على الجبهة وقد إيه في حالة المرح وحالة الفكاهة وحالة البهجة وحالة التفاؤل، وإن وجود قائد ذكي يبعث لهم هذه الطمأنينة وهذه الروح الإيجابية والتفكير الإيجابي، وأن المصير بيد الله، وأننا أصحاب حق، وعندما نكون أصحاب حق فسيسودنا التفاؤل والأمل بالنصر ونرجع كلنا إلى أوطاننا. هذه هي الروح التفاؤلية التي نجدها في أحلك الظروف، فما بالنا بقى الجنود في المعركة أو في أي إنسان على بيشتغل في أي حاجة، أو بمعرض إن هو أو في مهنة خطرة ومعرض إن هو ما يرجعش بيته تاني أو ما يرجعش لوطنه تاني. وشوف قد إيه هم بيتسموا بالبساطة والروح التفاؤلية والروح الإيجابية. أيضا الذين لديهم أمراض مزمنة زي مرض السرطان، فشل كلوي، القلب، أمراض معينة، نجد إن سيدة عجوز قاربت على أو قال لها الدكاترة أنت لا أيام معدودة وتفارقين الحياة، ومع ذلك نجدها تبتسم وتحتفل كل يوم مع أقاربها وأهلها بمرور يوم سعيدة في حياتها. ما هذه الحكمة وما هذا التفاؤل الذي يعتريها ويعتري الآخرين هذا الطفل الذي المصاب بالعديد من الأمراض، وهذه السيدة المصابة بالعديد من الأمراض؟ ما كل هذه الروح الجميلة رغم كل ذلك؟ الابتسامة، هذه ابتسامة رضا، هذه ابتسامة تفاؤل، هذه ابتسامة إيمان قوي بالله. وهذا المسن الذي أخبره الطبيب بأنه سيفارق الحياة قريبا، ما كل هذا التفاؤل؟ عايزين نستعرض فلسفة التفاؤل من ثلاث وجهات نظر رئيسة: وجهة نظر الدين، وجهة نظر فلسفية، ووجهة نظر نفسية. في الدين طبعا هنلاقي روح التفاؤل وروح الإيجابية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، طيرة بمعنى التشاؤم أو طيرة بمعنى التشاؤم، ويعجبني الفعل الصالح أو الكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة، ويسروا ولا تعسروا. وأيضا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الشعراء: وإذا مرضت فهو يشفيني. ما هذا اليقين بأن الله سوف يشفي كل مريض، وأن ما يصيب الإنسان من مكروه سوف يخرجه الله منه عندما تتوفر النية الطيبة والجهد المبذول. ربي إني مسني، وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تطمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق بكل قوة وبكل يقين بأن الله عمره ما هيخذلهم، وأنه سوف يبقى معهم ويخرجهم مما هما فيه. من في سورة التوبة: لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم.
من وجهة نظر فلسفية هنلاقي إن فلاسفة كتير حقيقي اهتموا بالعالم ودرسوا العالم، وطبعا ما هي روح الفلسفة هي إنك تشوف وتتأمل العالم من حولك ويكون عندك تفكيرك بقى ومذهبك الخاص ورؤيتك حول هذا العالم. فلايبنتس بيسموه أبو الفلاسفة أو أبو لايبنتس سموه أبو التفاؤل أو أبا التفاؤل، وسماه حقيقي الفيلسوف الفرنسي ديدرو بهذا، لأنه هو قال كيف يمكن أن نجعل عالمنا عالم ممكنا وأفضل العوالم ممكنا من أجل أن نسعد في هذا العالم، وأن نسعد بقيم الخير وتعرف الأشياء. حتى هو بيقول وتعرف الأشياء بأضدادها أو نقيضها، يعني لولا وجود الشر ولولا وجود الخطيئة ما كناش عرفنا الخير ولا عرفنا الصواب والعمل الصالح أو العمل الحق. وكمان هنجد عندنا طبعا في رواية اسمها رواية كانديد لفولتير، قال فيها عبارة جميلة جدا فولتير الفيلسوف الفرنسي الرائع في هذه الرواية. في الآخر خالص كانديد بيقول الفو كالتيفي نوتري جاردان، معناها طبعا دي بالفرنسية يجب أن نزرع حديقتنا الخاصة بنا. لو احنا شايفين العالم بروح تشاؤمية يبقى علينا ان احنا نخلق عالم سعيد وعالم يسود التفاعل، كل ده من اجل جعل العالم ممكنا واكثر تفاؤلا. كمان هنلاقي ان الحكمة الفلاسفة كلهم بيدوروا على الحكمة، وهل الحكمة هي تكمن في العقل ولا في الوجدان ولا في الاتنين معا؟ طيب ازاي ننمي الضمير؟ هنلاقي عند كانت الفيلسوف الالماني الشهير ان الحكمة الاخلاقية عنده بترتبط بالحكمة العقلية، يعني يكون الانسان عنده عقل ناقد وعقل يلتزم به العقل العملي اللي يتصرف ويسلك على وفقا لعقله وفقا لتصرفاته الحكيمة، ويفعل من خلال حاجة اسمها فلسفة الواجب أو الالتزام، إنك تكون إنسان ملتزم، أو الواجب الأخلاقي. وسعادة الإنسان بتتحقق من خلال المزج بين هذين العقلين، العقل العملي والقانون الأخلاقي أو العقل الأخلاقي. كمان في وجهة نظر علم النفس بقى طبعا التفكير الإيجابي، أول ما يجي التفاؤل أو فلسفة التفاؤل يبقى لما نيجي نشرحها بوجهة نظر نفسية هنقول مارتن سيلجمان والتفكير الإيجابي أو التفاؤل الإيجابي، وكتابه القيم جدا السعادة الحقيقية باستخدام علم النفس الإيجابي الحديث لتحقيق أقصى ما يمكنك من الإشباع الدائم. Authentic happiness using the new positive psychology to realize your potential for deep fulfillment. في التفاؤل هو بيقول إن التفاؤل والأمل بيقاوم الاكتئاب، وإن الإنسان الناس اللي بتاخد التفاؤل حالة دائمة لها وحالة شعورية دائمة لها بتفضل باستمرار متفائلة وفي حالة إيجابية وتفكير إيجابي، وبيحققوا هو ربط التفاؤل بالإنجاز وبيحققوا إنجازات كبيرة جدا. أما الناس اللي بتاخد التشاؤم كحالة دائمة لها ما بيحققوش حاجة خالص، وبيشوفوا العالم من منظور ضيق جدا وما بيتحركوش ولا بياخدوا وبياخدوا التشاؤم ده ذريعة لعدم العمل والكسل، وإن هم بيقولوا ما هو كله بيعمل كده وما فيش فايدة والكلام ده كله، فبيتأخروا جدا وبيكونوا عرضة للاكتئاب والوحدة والأمراض المزمنة. وقال إن اللي بياخدوا بالعكس اللي بياخدوا التفاؤل على إنه حالة دائمة بيكون عندهم التشاؤم بمرحلة مؤقتة، وبيقدروا بعد كده ينتقلوا إلى مرحلة أجمل وأجمل، وبيعتبروه مرحلة عابرة إلى التفاؤل وإلى التفكير التفاؤل أو الإيجابي والحلول العملية والإنجاز السريع داخل المجتمع. وطبعا ربط التفاؤل كمان مش بس بالتفكير الإيجابي والإنجاز، ربط صحة الإنسان والصحة البدنية الجيدة للإنسان لما يكون متفائل ومبسوط والرضا عنده وإن هو يعمل وفقا لقدراته. وطبعا قالوا إن التفاؤل ده المفروض إن إحنا ناخده حاجة أساسية وقاعدة أساسية ومعيار أساسي لعبور حياتنا. طبعا علماء النفس مش بيتكلموا كده، لا هم عندهم مقاييس، وبصراحة أنا طبقت المقياس ده عليا الحمد لله طلعت متفائلة بنسبة 88% رغم كل الصعوبات رغم كل التحديات رغم كل حاجة بتقابل الإنسان ورغم كل العراقيل، ولكن الحمد لله رب العالمين طلعنا
كويس، وهم دي ميزة العلماء النفس ان هم باستمرار بيكون عندهم مقاييس لقياس التفاؤل والتفكير الايجابي، من خلال بيحط الانسان في مواقف وبيختبره، يشوفوا رد فعله في المواقف دي هتبقى عاملة ازاي، وبيسألك كده انت لما بتشرب الشاي بتشرب ايه، وبتحب تتكلم مع الناس، طب لما بتيجي تنجز العمل بتنجزه في اوبن اريا ولا اوت دور ولا ان دور، وحاجات كتيره كده بيقعدوا يسالها فيها، بحيث انك انت في النهايه بتعرف ان بيكلموك في كل حاجه تخطر على بالك، وحياتك العاديه وحياتك الشخصيه وحياتك العمليه وحياتك العلميه، كل حاجه بيكلموك فيها عشان يقدروا يشوفوا نمط شخصيتك ايه، هل انت شخصيه متفائله ام شخصيه متشائمه. ودي حاجه كويسه جدا، المقاييس بتاعتهم هايله جدا، ويا ريت نرجع لها وهي اونلاين افيلبل اونلاين كتير. طيب تعالوا بينا بقى احنا نستنتج ايه من كل الرؤى دي الفلسفيه والدينيه والنفسيه. اول حاجه ان التفاؤل ده حاله شعوريه واستعداد لدى المرء، يعني انت لما تكون انسان بتفكر بمنظور ايجابي وبتشوف العالم بروح متفائله، هيكون الحاله الشعوريه دي كده عامله زي المغناطيس وبتاثر على الاخرين بيها كمان. هي استعداد داخلك، يولد التفاؤل الدائم بيولد سعادة دائمة وإنجاز مستمر. كمان في جانب سلبي للتفاؤل، وهو إن يكون عندي تفاؤل ومتفائل بس ما اشتغلش، ما يكونش عندي مجهود، ما اعملش حاجة خالص، أنا متفائل. طب ما حضرتك متفائل هتوصل لدرجة التشاؤم، لأن إنجازك مش هيخليك إنك أنت تحقق، عدم إنجازك مش هيخليك إن أنت تاخد خطوة تانية في حياتك، ومش مش هتشتغل، مش هتبقى منتج، ولا الناس مش هتحاول انها تنجيك ان انت ترتبط بيك، او الناس انها تتعامل معاك. يبقى في جانب سلبي للتفاؤل وهو غيبة الارادة الفعلية للعمل. التفاؤل يعني اشتغل، تفاؤل يعني اقدم على الحياة وورينا انجازات، ولكن ليس التفاؤل بس كده وخلاص وانا متفائل، يبقى ده اسمه تواكل، ودي حاجة صعبة جدا وتؤدي بعد كده للتشاؤم. في كمان علاقة قوية جدا ما بين الإيمان والرضا وقضاء بقضاء الله وما بين التفاؤل. عملوا علاقة كده إن في إن كل الإنسان ما كان عنده درجة إيمان حقيقي، والإيمان العمل، ودرجة إيمان حقيقي بقضاء الله والعمل وبذل المجهود، ده بيحقق نوع من أنواع التفاؤل. والاشخاص الناجحين دايما بيكونوا، ما شفناش حد خالص، ما شفناش جامعه ولا شفنا مؤسسه ولا شفنا افراد ولا اشخاص ناجحين وخدوا جوائز ونجحوا واسمهم كبير جدا الا وكان التفاؤل هو عنوانهم الحقيقي، وكانوا في حاله تفاؤل رغم العثرات المستمره ورغم الايه الفشل اللي واجهوه في حياتهم. فكرة جعل العالم ممكنا دي بتشد الأفراد والمؤسسات ناصية الإنجاز، إن لو إحنا ما عندناش عالم كويس أو العالم بتاعنا سيء، نخلق إحنا عالمنا الخاص بينا والعالم يشهد الإنجاز والحب والتوافق سواء مهني أو اجتماعي أو النفسي في حياتهم. وفكرة جعل العالم ممكنا وأكثر حياة وأكثر تفاؤل وبهجة، دي حاجة جميلة جدا من خلال تفاؤلنا الدائم ونحقق إنجازات أكبر. بعد كده عايزين بقى نقول بنية فلسفة التفاؤل في مجال إعداد المعلم. طبعا احنا عارفين ان مؤسسات التنمية المهنية للمعلم عليها زي كليات التربية، زي مؤسسات أكاديمية المهنية للمعلمين، زي المؤسسات كلها اللي بتشغل نفسها بالمعلم أو إنها بتحاول تعمل تدريب للمعلم، ترقيات للمعلم، كل الحاجات دي كلها بتحاول تحسن من مستواه ومستوى أدائه. طبعا احنا كل ده بنقيس الأداء، احنا ما نعرفش إذا كنت متفائل أو متشائم، ولكن احنا خلال قياس الأداء بتاعك هو اللي بنشوف الإنجازات بتاعنا. فعندنا ثلاث حاجات حقيقي عشان نبني فلسفة التفاؤل في مجال إعداد المعلم. أول حاجة من الضروري عندنا أربع حاجات رئيسة. أول حاجة التفاؤل النفسي للطالب المعلم، لازم يكون في تهيئة نفسية للطالب المعلم بمهام المهنة وأعباء المهنة، وكمان تخفيف هذه الأعباء عليه، لازم ان احنا نهيئه، لان هو جاي وهو سامع عن المهنه وسامع عن المرتبات وسامع عن حاجات، فجاي بشبه عدم رضا وزي، او جاي بسبب داخل كليات التربيه بسبب المجموع، فازاي يكون في اختبارات نفسيه نشوف فيها مدى توافقه ومدى صبره، مدى تحمله للمواقف الصعبه، مدى تعامله مع الاطفال، كل الحاجات دي مش بس في اول مرحله او مش بس قبل دخول كليه التربيه، لا، يا ريت الاختبارات دي تكون مستمره كل سنه وتكون جزء من التقييم او والتقويم كمان للطلاب المعلمين عندنا، لان احنا هنطرحهم للمجتمع ويكونوا معلمين داخل
المجتمع. كمان التأهيل التربوي للطالب المعلم، هنا بنقول التأهيل التربوي مش معنى ان هو يكون مذاكر مجموعة من النظريات التربوية ويروح هناك يقولوا الناس اللي في المدارس، وخصوصا لما بيروحوا التربية عملي، يقولوا لهم انسوا اللي انتوا اتعلمتوه كله في كلية التربية. طبعا ده كلام مش صح، لان المفروض بكلية التربية بتعد الانسان لتعلم مجموعة من الاستراتيجيات والطرق والادوات، يعني الطريقة اللي ادرس بيها، يعني العلوم اللي انت بتدرسها والمواد اللي انت بتدرسها او التخصص بتاعك، هذا شيء، هذا جانب ممكن يدرسه في كلية اداب، ممكن يدرسه في كلية علوم، لكن الجزء التربوي ده هو اللي بيميزك عن غيرك من الكليات الاخرى. عشان كده هو ده اللي احنا بنعني به كليتنا، ان احنا نحول المقرر بتاعنا الى استراتيجية، ان احنا نحاول نستخدم انشطة، نحول كل المقرر بتاعنا الى انشطة مدعومة باستراتيجيات وادوات تعلم من خلال ادواتك بقى اللي انت هتبتكرها وتبتكر استراتيجيات جديدة. كل التأهيل التربوي ده حقيقي مهم جدا، ودور الاسر الطلابية سواء في التأهيل النفسي او في كل اللي احنا هنقوله بعد شوية، الاسر الطلابية والقيادة والادارة، الكلية واعضاء التدريس، هي حزمة كده مع بعض، باكج بنقول عليها القيادة الجماعية، وهم دول اللي بيساعدوا على تيسير هذه المهام للطلاب المعلمين، وان هم يكونوا باكثر كفاءه وفاعليه. في حاجه ترند عالمي او توجه عالمي اسمه التفاؤل، ودي فعلا في اكاديميات في المانيا وامريكا وفرنسا عن التفاؤل الاكاديمي او الاكاديميك اوبتيميزم للطالب المعلم، وده جميل جدا. وبيعملوا ايه بقى؟ بيحاولوا ان هم يهيئوا مهنه التعلم من خلال مجموعه من الاختبارات، ومن خلال مجموعه من الزيارات الميدانيه والمواقف والاحتكاك المباشر مع المتعلمين ومع القيادات ومع الإدارات، ويبتدي يحصل هذا الاحتكاك الحيوي جدا. ده بيخلي فيه نوع من أنواع البهجة وتغيير الصورة الذهنية عن فكرة المعلم بأنها فكرة مهنة الشقاء ومهنة المتاعب وأنها مهنة الرواتب المنخفضة و لا، بيحصل نوع من أنواع بقى التحفيز، واللي هي المرحلة الرابعة اللي هي الرضا الوظيفي للطالب المعلم. حقيقة الطالب المعلم بيسمع كتير جدا، ولما بينزل التربية العملي، ومشكلتنا في التربية العملي لأني أو في الدراسة الميدانية اللي هي بتبقى متصلة أو منفصلة، اللي هي يوم في الأسبوع اللي هي المنفصلة، أو بتبقى متصلة أسبوعين في سنة ثالثة وفي سنة رابعة، حقيقة الطلاب أغلبهم بيرجع متشائم جدا بسبب كثير من السلبيات اللي بيقابلها، سواء مع إدارة المدرسة اللي بيروحها. فإزاي نعزز ده؟ هنقوله فيه كلام، أو هنقوله فيه الآليات، إن إحنا إزاي إن إحنا نشجع طلابنا ونقول لهم كل واحد بيبذل مجهود مختلف ومتميز ويستخدم أدوات أكتر واستراتيجيات أكتر وأنشطة أكتر داخل الكلاس، أنت مش شغلتك إنك أنت تقول كل النظريات وكل المحتوى المعرفي. المحتوى المعرفي الطالب لازم يعمل سيلف ليرنينج فيه أو تعلم ذاتي فيه ويبحث بنفسه، لكن أنت مهمتك إنك تحطه على التراك السليم وتديله أو المسار السليم وتديله استراتيجيات تعليم وتعلم، وتحول المنهج ده لنشاط، يعمل تمثيل مسرحي، يعمل أدوار، يعمل لعب أدوار، يحكي قصة، يحوله لبروبلم سولفينج، يحل مجموعة من المشكلات أو المواقف وإزاي يتصرف فيها، خصوصا في مواد العلوم، الإلقاء والبرزنتيشن، العروض المستمرة للطلاب، وخصوصا في مجال اللغات علشان نعلمهم اللغات صح وطريقة النطق صح. حاجات كتيرة جدا نقدر نستخدمها، وانت ممكن تفكر الاستراتيجية وفقا لنوع النشاط المصمم اللي كل الحاجات دي كلها الاعداد الجيد قبل الذهاب للكلاس بتاعك او للفصل بتاعك، وكمان طلابك كمان يعدوا كويس جدا للدرس، هتلاقيهم كلهم متفائلين لان كل واحد بيعمل حاجة، ويبقوا مبسوطين انهم بيروحوا المدرسة احسن ما يكون فقط انت الوحيد المسيطر على الدرس والشرح والكلام ده كله. يبقى عشان نبني فلسفة التفاؤل في مجال اعداد المعلم، انا شايفة الصورة ان احنا نأهل نفسيا، نأهل تربويا، يكون في حاجة اسمها التفاؤل الأكاديمي للطالب المعلم، وهنقول فيه الآليات إزاي نحقق ده، والرضا الوظيفي للطالب المعلم. بعد كده إزاي نحقق فلسفة التفاؤل داخل كليات التربية؟
أول حاجة لازم، أو مش عايزين بقى نقول كلمة، أنا مش بحب كلمة لازم دي خالص، من المفضل إن يكون مقرر اسمه التفاؤل والتعامل الذكي، ويكون مقرر على جميع الشعب والفرق الدراسية اسمه التفاؤل الأكاديمي للمعلم. التفاؤل الأكاديمي للمعلم ده هيحفزه على التفاؤل والتعامل الذكي مع الآخرين، ويكون باستمرار هذه الروح موجودة عنده، ودي حاجة مهمة جدا علشان نحقق التفاؤل الأكاديمي. خلاص هو بقى ترند عالمي. الحاجة كمان إن إحنا يكون عندنا استراتيجيات حديثة، أو استخدام استراتيجيات تعليم وتعلم تنمي روح البهجة والتفاؤل والإبداع من وقت لآخر. زي إيه؟ زي التمثيل المسرحي، القلم واحد وورقة واحدة، يكون في عندنا فليب تشارت كده وبيكتب فيه بقلم واحد وفي ورقة واحدة، وكل الطلاب القلم واحد بس اللي يستخدموه وورقة واحدة، الأفكار الرئيسة أو الأفكار الإبداعية اللي هيطرحوها. وفي عندي طرف الخيط والشبكة الاجتماعية، بتبقى حزمة خيط كده، ويبتدوا نوسع الشبكة، كل واحد يمسك طرف الخيط، بحيث ان احنا نعمل عملية نتوركينج كده، او تفكير شبكي او تفكير منظومي لفكرة واحدة، وكل واحد يقول كلمة، يقول حاجة او كي وورد او كلمة مفتاحية او حل للمشكلة من خلال هذه الايه الطرف الخيط، او هذه بكرة الخيط اللي انتوا هتستخدموها. برضو في حاجات جميلة جدا، اللي هي ان انا بدل ما ادرس ان دور ادرس اوت دور. يعني ايه؟ بدل ما يكون جوه الكلاس بتاعي، لا، اخد الطلاب في حديقة المدرسة او في حديقة خارجية. يبقى فيه اللي هي ليرنينج باركس او جاردن، اللي هي ان احنا نعمل حدائق التعلم ويدرسوا الطلاب فيها علشان يستكشفوا الطبيعه، يشوفوا النباتات والزهور والحيوانات الاليفه، ويشوفوا كل ده ويبتدوا يدرسوها ويبتدوا يتاملوا ويلاحظوا، دي مهمه جدا. وكمان استخدام الخرائط الذهنيه والفلو مابس، خرائط التدفق والاستكشاف من خلال البيئه. برضو نحفز الدارسين على العمل والإنجاز من خلال المسابقات الدورية، التأليف القصصي، تكوين فيديوهات تعليمية خاصة بشرح مادة ما، واستخدام بقى طرق الأنيميشن والطرق الحديثة والبرامج الحديثة السوفت ويرز، استخدام الألعاب اللي بتشجع على الألعاب الذهنية والرياضية، واللي بتخلي فيه ريفريشمنت كده لعقلك، زي كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة، وكمان الحاجات الفنية زي الموسيقى والرسم والجراف، بس تكون ممنهجة، ما تكونش بشكل عشوائي أو تؤدي إلى فوضى داخل مؤسسة كليات التربية. لا، تكون ممنهجة ويكون لها أهدافها واضحة، وليس فقط الفرح أو إن إحنا نكون عندنا بهجة وخلاص في المكان. برضو مهم جدا الأسر الطلابية، دور الأسر الطلابية في جميع الجامعات يكون حيوي ونشيط جدا، لأن الطالب يحب يسمع لطالب زيه، أو يحب ياخد النصيحة من طلاب زيهم، بحيث الألفة والحب اللي بينهم. لكن بيبقى صعب على عضو هيئة التدريس، أو صعب إن هو ياخدها، بيبقى خجلان، بيبقى مكسوف، بيبقى متضايق، مش عارف يروح يحكي المشكلة. لكن اتحاد الأسر لما يكون عنده كده آلية للشكاوى ويطرحها بعد كده للإدارة، والإدارة تعرف تتصرف معاها، وكمان مش بس كده، رفع الروح المعنوية للطلاب حاجة مهمة جدا، إن إحنا الطالب المعلم وتخفيف الأعباء عليه، ما سواء كان الضغوط بقى، الأبحاث اللي بيعملها، أو المقررات الزيادة عن اللزوم، أو العبء من دكتور معين أو من عضو هيئة تدريس معين عليه. كل الضغوط دي على الطلاب المعلمين بيبتدي يشتكيها لاتحاد الطلاب، أو لو ما فيش شكوى، مش لازم شكوى، رفع الروح المعنوية عندهم، الأنشطة المستمرة للأسر الطلابية أو اتحاد الطلاب الأسر عليه عبء كبير جدا. ندوات تثقيفية، توعية، طبعا لسه كنا بنقول موضوع المشكلات الناجمة عن الزيارات الميدانية أو التربية الميدانية، دي مشكلات كتيرة جدا، وحلها حقيقي إن احنا نحدد أفضل 10 مدارس كانوا متعاونين مع طلابنا، والطلاب رجعوا بحالة إيجابية وحالة تفاؤل، وكانوا حابين المدرسة والإدارة، ودي يبتدي تكريمهم، ويبتدي فعلا الكلية والعميد والإدارة والجامعة تكرمهم وتديهم في محافل دولية أو في مؤتمرات، ودول اللي احنا نعتمد عليهم بعد كده في الزيارات الميدانية، علشان بقية المدارس تتعلم منهم، وان هم يحاولوا ان هم يستوعبوا طلابنا اكتر من كده، لان هم الطلاب المعلمين دول هم بعد كده هيبقوا معلمين. فبلاش الصورة السلبية، وخليكم متعاونين معاهم، لان فعلا الطلاب بيشتكوا كتير جدا.
إثابة الخريجين في كلية التربية دي حاجة مهمة جدا، وطبعا ممكن بالتعاون مع رجال أعمال إن إحنا نسيبهم ونحفزهم من خلال مثلا فتح شهادات دفتر توفير ليهم أول ما يتخرجوا، وشهادات استثمار مهمة جدا، وممكن طبعا استعانة برجال أعمال في ذلك، دي هتخليهم فعلا مقبلين كده على الحياة. طبعا الحاجات التحفيزية دي مهمة جدا، هتخليهم مقبلين ويقولوا لا المهنة كويسة، وهيبتدوا أو خدمات، يعني يحصلوا على خدمات ترفيهية مثلا في المصايف، في الرحلات، في أي حاجة، في الرعاية الصحية. كل ما قدمنا للمعلمين أو للطلاب المعلمين في مستقبل حياتهم كل الحاجات دي، هيحبوا المهنة وهيقبلوا عليها. طبعا التكنولوجيا ودي مهمة جدا، إنها أصبحت تول اوف كوميونيكيشن، وسيلة للتواصل، وفي نفس الوقت بتيسر لنا حياتنا. يبقى المدونات تنعمل خلي الطلاب يتعودوا على إنهم يحولوا المنهج والمقررات الدراسية لفيديوهات تعليمية، مدونات، بلوجز، يعملوا شرح جذاب كده وبسيط من خلال استخدام السوفت ويرز. وعندنا كتير جدا بوتن، وعندنا فيلم ميكر، وعندنا الفيديو اديتور. كل الحاجات دي مهمة جدا، دي بعض الآليات المقترحة ازاي نحقق الإيجابية والتفكير الإيجابي والفلسفة التفاؤل داخل كليات التربية. الجزئية بقى، طب ماذا بعد؟ لو احنا حققنا فلسفة التفاؤل في بنية التعليم، ايه هنشوف ايه في المستقبل؟ ماذا بعد؟ يبقى بندور على المستقبل. ممكن جدا نلاقي معلم يصطحب طلابه الى حديقة او فناء، الى حديقة المدرسة او الحدائق المجاورة او في حديقة ما، ويشرح الدروس بتاعته وموضوعاته، ويناقش طلابه في موضوعات الدراسة من خلال استكشاف البيئة من حوله. احنا ممكن نلاقي طلاب معلم يشجع طلابه على انهم يكتبوا قصة قصيرة او رواية عن الموضوع الدرس المطروح ويبتدوا يعرضوه. ممكن نجد معلم بيبث الثقة في نفوس طلابه، ويتبادل الادوار، والطلاب هم اللي يطلعوا يشرحوا، وهو ياخد الباك ستيب ويبتدي ان هو يعمل لهم كوركتيف اكشن او اجراءات تصحيحية، ويكون بقى دوره الاساسي اللي هو كميسر، كمحفز ومتابع لادائهم. طبعا من خلال استخدام استراتيجيات متنوعة. طبعا ممكن نلاقي طالب بعد سنوات طويلة من التمدرس وأصبح رجل أعمال كبير أو مهندس كبير له مشروعات وكيانه، يبتدي قاعد كده وفي محافل دولية أو في مؤتمرات أو في ندوات أو في معارض، يقول والله أنا اللي خلاني كده بالشكل ده وصلت للصورة دي هو المعلم اللي درس لي، وكان متفائل جدا وكان بشوش ويشجعني ويقول لي انت مبدع، انت هتقدر تعمل كذا، انت هتعمل تصمم كذا، انت بارع في التصميم، انت بارع في الهندسة، انت بارع في الخطابة، انت بارع. او رائدة اعمال شجعها او شجعتها المعلمة على انها تيجي في الصيف وتعمل مشروعات يدوية او مشروعات فنية، وابتدت تستخدم دي الموهبة بتاعتها تحولها الى عمل وحاجة تتربح منها بحبها، الى ان اصبحت رائدة أعمال كبيرة، وهكذا. كل الكلام ده كله هنلاقي ممكن يبقى الصورة الحسنة للمعلم، والتفاؤل ده بيبني مستقبل وبيبني حياة للمعلمين فيما بعد، أو حياة للأشخاص اللي بيعدهم فيما بعد. من المحتمل إن احنا كده نلاقي معيد وقاعد بيفتكر أساتذته أو أساتذة معينين ويقولوا كان بشوش في وجهي، وهو اللي حفزني، وهو اللي قال لي ذاكر كويس وفكر بره الصندوق واكتب وجهة نظرك وارسم رسومات وانت بتحل أو انت بتطرح وجهة نظرك، ولازم تعبر عن أفكارك الإبداعية ويقول قد إيه كان مبدع، ودلوقتي هو زميل لي معايا في الجامعة، وبنشوفهم حقيقي كتير. في حاجة مهمة جدا هنلاقي برضو في المستقبل، هنلاقي في ظهور مفهوم جميل جدا اسمه رياليستيك اوبتيميزم، او التفاؤل الواقعي، او الواقعية التفاؤلية. دي مهمة جدا جدا، انك انت التفاؤل بتاعك لازم تحقق من خلاله انجازات. والتفاؤل او الواقعية التفاؤلية دي او التفاؤل الواقعي، من الضروري ان يصحبه انجازات، خبرات، هي دي بيجي من خلال الخبرات المتراكمة او الخبرات الفعلية الناجحة والتجارب الناجحة، والنجاح بيجيب نجاح زي ما بيقولوا. يبقى باستمرار في شخصيات ملهمة في حياتنا، في معلمين بيبقوا ملهمين لاشخاص وناجحين جدا،
يتذكروهم، ودي اللي احنا بنقول عليها انك بتكون قادر على انك انت تحقق انجازات كثيرة وانجازات ايجابية، ويكون عندك افعال حقيقية، وهي دي اللي بنربطها بالتفاؤل الواقعي او الواقعية التفاؤلية وليس المثالية، لان المثالية او التفاؤل المثالي او الزائد عن الحد البعيد عن الواقع هو ده اللي بيخليك انك انت تصل الى مرحلة احباط ويتحول التفاؤل عندك الى تشاؤم. دي بعض الافكار اللي حاولت ان انا اطرحها لكم في موضوع فلسفة التفاؤل، ويا رب يكون هذا الموضوع هو موضوع جديد في الساحة التربوية، ويا رب ان شاء الله نفعله اكتر من بس ان احنا نعمل فيه ابحاث او دراسات او رسائل ماجستير ودكتوراه. احنا عايزين نفعله في ارض الواقع وداخل كلياتنا علشان نحصل على معلم ايجابي ومعلم قادر على تشكيل المستقبل من خلال الاشخاص او الافراد اللي بيشكلهم داخل قاعات الدراسه او خارجها، زي ما قلنا ان هو يتعلم ازاي يخليهم في حدائق التعلم. طبعا شكرا جزيلا، وبروح كلها بهجه وتفاؤل اقول لكم شكرا جزيلا، وكنت سعيده جدا وانا بعد ورقه العمل هذه الخاصه بالبنيه التربويه لفلسفه التفاؤل في مجال اعداد المعلم، وان شاء الله تكون مثمره واكون افدتكم باي حاجه تكون خاصه بمجال فلسفه التفاؤل. فاطمه الزهراء سالم محمود، استاذ بكليه التربيه جامعه عين شمس. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.